الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وبعد، قال الله العظيم في كتابه الكريم: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. امتاز البشر على بقية الكائنات بأمرين: تراكم المعرفة والتكامل في مختلف المجالات. ولولا تكامل الإنسان لم يتطور، بل ربما كنا نعيش لا نزال في الكهوف والغابات. والتكامل لا يحدث إلا بتراكم المعرفة. ولذلك فإن الناس عادة يذهبون إلى من سبق لكي يأخذوا منهم ما يرتبط بتجاربهم، ما يرتبط بمعرفتهم، ما يرتبط بالرؤى التي تحركوا فيها. وفي العادة فإن الناس يستمعون إلى الناجحين ويقرؤون كتب الناجحين ويطالعون مذكرات الذين صنعوا شيئا لأنه ناجح، فالناس يستمعون إليه. إذ لولا فهمه ومعرفته لم يكن قد نجح. الآن لو جيء بشخص ناجح في مجال من مجالات الحياة ووقف هنا ليتكلم، فالجميع آذان صاغية، لأنه ناجح ويريدون أن يعرفوا من خلال كلامه سر نجاحه. أو أن الناس يستمعون إلى أصحاب الخبرات مع قطع النظر عن نجاحهم أو فشلهم. لعل هنالك رجل خبير في مجال مثلا الطب، الآن هو ناجح، فاشل، مريض، صاحي، المهم خبير. مراجعة الناس للخبراء هي بسبب خبرتهم. وأيضا يستمع الناس ويبحثون عن حكم ومبادئ أصحاب الرسالات. فأنت تستمع إلى النبي وتحاول أن تعرف ما الذي قال وبماذا وعظ وما هي نصائحه، لأنه صاحب رسالة وعليك أن تطيعه، وإلا فإن مصيرك في مهب الريح. نحن والإمام علي سلام الله عليه أمام كل هذه النماذج، وقد تلخصت في شخص. ليس الإمام علي سلام الله عليه شخصا واحدا، بل ألوف الأشخاص الذين تلخصوا في شخص من خلال أبعاده. أي أن العظيم مما خلق الله سواء في البشر أو حتى في الماديات وحتى في الجمادات، الشيء العظيم ليس له بعد واحد. نحن نتحدث عن الشمس، والشمس ليست مجرد كرة ملتهبة في السماء تعطي الضوء. الشمس عندها أبعاد مختلفة. جانب من هذه الأبعاد الجاذبية التي بسببها بقيت هذه المنظومة الشمسية المتكونة من كرات وأقمار متماسكة. يعني لو افترضنا أن الشمس الآن فنيت، انفجرت، انتهت، فحتما تنتهي حياة الإنسان في الأرض وتنتهي حياة الكواكب. هذا بعد من أبعاد الشمس.
الأشعة المختلفة التي تنبعث من الشمس، الدفء الذي تعطيه الشمس للإنسان، وغير ذلك من مجالات اكتشفها الناس أو لم يكتشفوا. العظماء الذين خلقهم الله أيضا ليس لهم بعد واحد. فلان مهندس أكثر من هذا البعد ما عنده، فلان طبيب أكثر من معرفة المعادلات التي لها ارتباط بصحة الإنسان ما يعرف شيء. فلان مثلا أينشتاين اللي يضربون به المثل ويعتبرونه من العباقرة له بعد واحد، ما يرتبط بالفلك وما يرتبط بالفيزياء، لكن حينما تبحث عن حياته الشخصية تجده من الفاشلين في الحياة. فاشل. يمكن أن الإنسان يصل إلى القمر، وهذه خطوة صغيرة للإنسان وقفزة كبيرة للبشرية، كما قال أول من وضع قدمه على تراب القمر، لكن هو في حياته العامة فاشل، عند بعد واحد مو أبعاد مختلف. قد يكون زعيم سياسي، هذا البعد فقط، بعد حكمة ما عنده، ما دام هو حي يمكن ينجح في الانتخابات، حتى لو كانت نظرياته متناقضة مع نفسها، بس الناس انتخبوا ورفعوه وأصبح زعيم دولة عظمى. أبعاد ثانية ما في، يعني ليس باستطاعتك أن تقلده في حياته العائلية، في حياته الشخصية، وتبحث عن بعد آخر في حياته. السؤال الذي يطرح هنا، لماذا يجب علينا أن نقرأ عليا وباستمرار وبتكرار أن نقرأه ونكرر قراءته، أن نستمع إليه ونعيد الاستماع إليه؟ ما الذي نربح إن استمعنا إلى الإمام، تعلمنا من الإمام، تلمذنا عند الإمام، وقلدناه وحاولنا أن نطبق ما أمرنا به وما طلبه منا؟ وما الذي يخسر من لا يستمع إلى علي، سواء كان شخصا أو كانت أمة؟ حقيقة سؤال. ماذا خسر الذين لم يتبعوا عليا، لم يعرفوا عليا، لم يستمعوا إلى حكمه؟ وماذا يربح من يفعل ذلك؟ ولماذا التكرار في هذا الأمر؟ الإمام علي نموذج للناجح حتى بمقاييس مادية بحتة. شو المعنى فلان ناجح؟ يعني حقق أهداف كبيرة في هذه الحياة؟ يعني كان الرقم الأول مثلا، أصبح زعيم، قائد جيش، رئيس دولة؟ شنو هاي المقاييس؟ طبعا النجاح درجات، واحد ناجح في إدارة بقالية، واحد ناجح في إدارة 100,000 بقالية، ذاك ناجح كبير وهذا ناجح صغير، بالنتيجة نجاح. لكن أعلى النجاحات عند البشر ما هي؟ أن يكون الشخص هو الرجل الأول ما بين أمة من الأمم، مثلا أن يكون رئيس دولة، أن يكون قائد جيش. هذا النجاح بهذه المقاييس المادية البحتة، بما في ذلك المجالات الشخصية، كأن يكون الإنسان سعيدا في عائلته، ناجح في علاقات الزوجية، ناجح في علاقاته مع أولاده في التربية مثلا. كل هذه الأمور وكل أنواع النجاح اجمعها واكتبها عندك في ورقة، ثم ارجع إلى الإمام علي لكي تجده نموذجا في مجال النجاح. الإمام علي جدا ناجح. كيف؟ في عهد رسول الله مثلا كان الإمام علي هو تالي تلو النبي، وفي الحقيقة كان هذا الثنائي محمد وعلي سلام الله عليهما.
هارون أخي واشتد به أزري وأشركه في أمري. علي مني بمنزلة هارون من موسى. يقول الخليفة الثاني: كنا ننظر إلى علي في زمن رسول الله كما ننظر إلى النجم. العرب حينما يريدون أن يضربوا مثال بشخص عالي جدا لا تصل إليه أياد الناس يقولون مثل النجم. من يوصل للنجم؟ صحابة النبي الذين يشار إليهم بالبنان عند كثير من المسلمين يقولون: كنا ننظر إلى علي في زمن رسول الله كما ننظر إلى النجم. هذا في زمن النبي، صاحب قرار الإمام علي، قائد جيش، حامل لواء بالمقاييس المادية، هذا نجاح كبير. ثم بعد ذلك في الفترة التي تلت وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان المرجع، يعني لولا لهلك الذين كانوا يحكمون، هو كان الميزان، هو الذي يستفاد إليه، هو الذي يرجع إليه. صحيح أنهم ما قدموا إليه ولا منصب ولا طلبوا منه أن يتولى شيء، لكن بالنتيجة لولا علي لهلك عمر، لا أبقاني الله لمعضلة لست لها يا أبا الحسن. لم يكن مالكا لأجساد الناس لكن كان مالكا لقلوبهم. وحينما أصبح رئيس دولة كان يحكم أضعاف ما كان يحكمه الخليفة الأول، وحكم 5 سنوات، يعني ضعف ما حكمه الخليفة الأول. رئيس دولة، قائد جيش، إمام أمة، وبعد ذلك وإلى الآن ونحن على بعد أكثر من 1400 عام من حياة هذا الرجل نتحدث عنه بإعجاب ونتكلم عنه، ولسنا وحدنا في هذا المجال. صاحب كتاب نهج البلاغة الشريف الرضي رضوان الله تعالى عليه قبل 1035 سنة ألف هذا الكتاب. تصور البشر ايش قد كانوا متخلفين في ذاك الوقت، مطابع ما كانت موجودة، كمبيوترات ما موجودة، هواتف ما موجودة، النقل بالقلم، والقلم اللي يقدر يحمل قلم ويكتب أعدادهم كانت جدا قليلة. في زمن رسول الله 5 فقط كانوا قادرين على أن يقرأوا وأن يكتبوا، حتى أن النبي في إحدى المعارك حينما أخذ مجموعة من الأسرى قال: كل أسيرا قادر على الكتابة والقراءة يعلم كم واحد من أصحابي أطلق سراحه. عدو على وشك أن يقتل، محكوم بالإعدام، بس خليه يعين. يعني شوف القراءة والكتابة جد كانت لها قيمة لندرتها. وكان الشخص إذا أراد أن يكتب يمسك بالقلم، وهذا القلم عنده حبر، وكل كلمة يكتبها يضع القلم في الحبر. زين، قبل 1035 عاما جمع مجموعة من خطب الإمام علي، يقول الرجل أن هذا الكتاب سيملأ العالم ويشغل الناس. وبالفعل من 1035 عام وكتاب نهج البلاغة من الكتب الرئيسية والأساسية، ولا يقاس به كتاب آخر بالرغم من حجمه الصغير، بالرغم من أنه لا يحمل إلا نماذج بسيطة مما قاله الإمام. يعني الإمام عليه السلام الله عليه كلماته وحكمه ومواعظه ونصائحه أكثر بكثير من هذا الكتاب. فالإمام علي ناجح بالمقاييس الدنيوية، ناجح، فلنستمع إلى هذا الناجح كما نستمع إلى بقية الناجحين في الحياة ونقرأ عنهم وكتبهم مذكراتهم. الإمام علي سلام الله عليه خبير، صاحب حكم، وصاحب حكم لا مثيل لها. أقول بعلم وأتحدى من يثبت لي عكس ذلك. لا يوجد، طبعا استثناء الأنبياء لا شك في ذلك، لا يوجد في حياة البشرية رجل يملك من الحكم ما كان يملكه الإمام علي،
وما وصل من هذه الحكم إلينا، لأن كثير منها نفيت. الإمام علي كان ممنوع بشخصه، باسمه، بالرواية عنه، بالرواية له. انظروا إلى من روى حديثا عن أبي تراب فألغوه من الديوان، فرمان أصدره الملك معاوية بن أبي سفيان بعد أن حول الخلافة التي لا أصل لها في الإسلام، حولها إلى ملك عضوض. أول فرمان أصدره، انظروا إلى من روى حديثا عن أبي تراب فألغوه من الديوان. ما له وجود، ما له حق كإنسان، إلغاء من الوجود أصلا، ألغوه من الديوان. لا أكل ولا شرب ولا عطاء ولا هم يحزنون. مع ذلك وصلت هذه الحكم من الإمام علي إلينا. إذن الإمام علي ناجح، فلا بد أن نستمع إليه، ومن أنجح الناجحين. الإمام علي صاحب خبرة وحكمة، والإمام علي صاحب رسالة، صاحب رسالة، فلا بد من الاستماع إليه. أنا أضرب لكم مثال فيما يرتبط بحكم الإمام علي. البشرية عندهم حكماء في كل أمة، في كل جماعة تسمع أنهم يشيرون إلى شخص كحكيم، فلان حكيم الهند، فلان حكيم الصين، فلان حكيم الغرب، فلان حكيم الشرق، وفي بعض الكلمات، وهذه الكلمات يستندون إليها، يذكرونها، يقدمون كتبهم عليها. احنا عندنا شخصين، واحد يعتبر نبي الصين كونفوشيوس، هذا الرجل عندنا مجموعة من الحكم، وحتى ماو تسي تونغ والثورة الشيوعية التي قامت في الصين جزء من عدها في الثورة الثقافية التي أعلنوها للقضاء على آثار كونفوشيوس، وما استطاعوا. عادة الكونفوشيوسية كمذهب وكدين، وقد أقام مذهبا ودينا هذا الرجل، وبالإضافة إلى ذلك عادوا إليه من جديد، يعني بدأوا يتكلمون عنه. هذا الرجل شو عنده من حكم؟ كم حكم عنده؟ أنا أضرب لكم مثال بإحدى حكمه. من الحكم التي يذكرها الرجل، يقول: لا يهم أنك تمشي ببطء، ولكن المهم هو أن لا تتوقف. كلمة جميلة، المهم لا تتوقف، لأن إذا توقفت أنت في حالة تراجع، لأن الحياة في حالة تقدم وأنت واقف، يعني في حالة تراجع. طبعا هالنقطة ما يذكرها، أنا أضيف على حكمته. يقول: لا يهم أنك تمشي ببطء، ولكن المهم هو أن لا تتوقف. هذه حكمة كثيرا ما يشار إليها، لكنها حكمة باطلة أساسا. هذه الحكمة باطلة بناء على نظرية ثبتت صحتها. لو أنك تريد أن تلحق بسيارة باص على بعد 100 متر، وأنت بطريقة مشيك كل ما تقطع نصف مسافة تبطئ بمقدار النصف، يعني تمشي 50 خطوة في البداية، بقي عليك 50 خطوة، لكن 50 الخطوة الثانية ما تمشيها مثل مشيتك 50 الأولى، بنصف البطء السابق، يعني 25 خطوة. إيش قد باقي عليك؟ 25 خطوة. 25 خطوة ما تمشيها أنت مثل سرعة 25 خطوة الثانية، وإنما 12.5. مستحيل توصل لهذا الباص، مستحيل إلى الأبد. الرجل يقول: لا يهم أنك تمشي ببطء، المهم لا تتوقف. زين، مشيت ببطء وأبطأت، ما وصل الهدف، شنو قيمة الكلمة؟ لا قيمة لها. نأتي إلى كلام الإمام علي سلام الله عليه: من تساوى يومه فهو مغبون، ومن كان آخر يوميه شرهما فهو ملعون، ومن لم يرى الزيادة في نفسه فهو إلى نقصان، ومن كان إلى نقصان فالموت أولى به. ما راح يوصل،
ما راح يوصل. على شنو حي حياته حتى يوصل إلى مكان ما؟ ما راح يوصل. هذا معناه فقد أي قيمة في هذه الحياة. الموت لازم يجي يأخذه ويروح، ليعطل الناس ليش ده يأكل ويشرب ويستهلكه ما أودع الله. هذا كونفوشيوس أول صيني أقام مذهب يتضمن كل التقاليد الصينية في الجانب الاجتماعي والأخلاقي تابع لكونفوشيوس. رجل آخر اسمه لاو تسي، هذا الرجل في أسطورة تتحدث عنه أنه كان في مدينة يعيش وكان الناس يعرفون عنه الحكمة ويرجعون إليه، لكنه ظن أن الحرب ستقوم فأراد أن يخرج من تلك المدينة حتى لا يجد ولا تصل إليها ويلات الحرب. يوم اللي راد يطلع، سابقا كانت هنالك جدران حول المدن وقلع، شرطي اللي كان واقف عند الباب لما عرفه قال له ما أخليك تطلع من المدينة إلا إذا أعطيتني بعض حكمك، تتفضل هنا تقعد وتكتب لي مجموعة من الحكم وبعدين أخليك تطلع. هذا مضطر بقي هناك وكتب مجموعة من الحكم وسلمها لهذا الرجل وذهب، وضاعت أخباره إلى الآن. أسطورة صحيحة ولا ما أدري، بس رجل أحيانا يضربون به المثل بالأنبياء، يقول مو مهم نعرف منه أبوه منه أمه وين كان يعيش، شوف حكمه شوف كلامه. عنده كتاب اللي هذا الكتاب طبعا اسمه اللي لاو تسي يعني السيد القديم، طبعا لقب هذا تعظيم ولعب لقب تفخيم بالنسبة له، وهو أيضا شخصية رئيسية في الحضارة الصينية. لا تنسوا أن الحضارات تنتقل من مكان لمكان، تولد كما يولد الناس وتشيخ وتكبر وتموت، ولها مركز القلب وأعضاء إلى آخره. لا أريد الخوض في هذا المجال، لكن في يوم من الأيام كانت الحضارة الصينية هي الحضارة الأولى في العالم، ولربما ستجد الأجيال القادمة العودة إلى الصين مرة أخرى فيما يرتبط بحضارة البشر. هذا يعتبر شخصية رئيسية في الحضارة الصينية. النبلاء في الصين يدعون أنهم من نسله، يعني يفتخرون بانتمائهم إليه. عنده كتاب اسمه تاو تي جينغ، في هذا الكتاب اللي يعتبر إنجيل الحكمة الصينية، مو كتاب عادي، إنجيل الحكمة الصينية هو هذا الكتاب. فقط عنده 81 حكمة. قد يكون كلمة كلمتين مهمات أفضل من عشرات من الكلمات التافهة، لكن إذا وجدنا أحدا عنده 162 حكمة وأجمل من حكمه وأهم من حكمه وفي أبعاد مختلفة من الحياة، طبعا يعتبر أعظم من هذا، هذا عنده 81، ذاك عنده ضعف. الإمام علي سلام الله عليه في حكمه التي وفقنا الله لجمعها إن شاء الله طبعا قريب، 23,000 حكمة للإمام علي في قرابة 1,000 عنوان، 23,000، وهذا الرجل عنده 81 حكم. شوف من حكمه اللي يضربون به المثل وكثيرا ما ينشرون هذه الحكمة، يعني يقول لك لاو شنو قايل، لاو قال هذا الكلام، يقول في معرفة الآخرين ذكاء. تعرف واحد هذا ذكاء، تعرف حكيم لو تعرفه مطيب، النتيجة ذكاء أن تعرف. في معرفة الآخرين ذكاء، ولكن في معرفة الذات بصيرة، أن تعرف نفسك هذا معناه بصيرة، هذا مو قضية ذكاء، شيء أهم من الذكاء بصيرة. وفي قهر الآخرين قدرة، وفي ولكن في قهر النفس قوة. شو الفرق بين القوة والقدرة؟ القدرة شيء خارجي مو جزء من ذاتك، أنت عندك مال، أنت عندك جيش، أنت عندك سلطة، خارج عن ذاتك. يقول في قهر الآخرين
إذا استطعت أن تحتل بلاد، أن تسيطر على جماعة، تنتصر على جيش، عندك قدرة. لكن في قهر النفس قوة، حكمة جميلة لا شك في ذلك. لكن شوف الإمام علي سلام الله عليه يقول: ميدانكم الأول أنفسكم. أصلا ذاك الميدان مو ميدانك، كراعي غنم غيره اكتسبت قدرة لكن ما قهرت نفسك، ما لك قيمة، انت رايح في مكان ثاني. جمعت أموال، الأموال اجتمعت في البنك، بس انت وين؟ قال أن أحد المراجع، أحد العلماء، كان في حمام، فإذا بملك يدخل في الحمام. طبعا الملك يوم اللي يدخل الحمام عمومي ينزع ملابسه في مكان المنزع ويدخل، فرآه هذا العالم لكن ما قدره بمقدار كونه ملك. سلم، أجاب عليه بسيط، قال: ما عرفتني؟ قال: بلى، أنت فلان. جاب اسمه الشخصي، مثلا أنت اسمك سلمان. قال: زين أنا ملك. قال: وين علامة ملكك؟ قال: تاج عندي. قال: وين تاجك؟ هذا الحمام تاج ممج. ملابس عندي وين؟ جيش عندي وين؟ وين؟ قال: أنت منو؟ قال: أنا العالم الفلاني، علمي بصدري، علمي هنانة، علمي ما خليته في المنزع، علمي موجود هنا. صلى على محمد. هذا الرجل يضرب به المثل، ويعتبر كتابه إنجيل الحكمة الصينية. وفي أول حكمة يذكرونها له هذه الكلمة، هالكلمتين الأولى، يقول في معرفة الآخرين ذكاء، وفي معرفة النفس بصيرة، وفي قهر الآخرين قدرة، وفي قهر النفس قوة. خلينا نقارن بكلمة من 23,000 كلمة للإمام علي وحكمة سلام الله عليه. ميدانكم الأول أنفسكم، نجحت في هذا الميدان تنجح في بقية الميادين، إذا ما نجحت أنت فاشل. ميدانكم الأول أنفسكم، فإن قدرتم عليها فأنتم على غيرها أقدر. الإنسان التقدم الحقيقي اللي يسويه في الحياة نتيجة تقدمه في داخل نفسه، كما هي الشجرة حينما تضع بذرة سليمة في أرض صالحة وتسقيها بما تحتاج إليه فإنها تتحول إلى شجرة. كلما كانت هذه البذرة أقوى وتختزل في داخلها عوامل النبو، عوامل القوة، عوامل العطاء، كلما كانت الشجرة أرفع، حتى لو كانت البذرة صغيرة. يعني أنت حينما تنظر إلى نواة تمرة، هذه نواة صغيرة، بس وين شجرة النخل قوتها؟ هذه القوة من قوة تلك البذرة. يقال فلان إداري جيد، يعني شنو؟ يعني عنده قدرة على إدارة نفسه بشكل جيد. فإن كان قادرا على أن يدير نفسه بشكل جيد فهو إداري جيد في المجتمع. القوة الحقيقية أن تكون في ذاتك، فإذا كانت في ذاتك هذه تخرج وتنمو وتكبر كما الشجرة تنمو من البذرة. ميدانكم الأول أنفسكم، فإن قدرتم عليها فأنتم على غيرها أقدر، وإن عجزتم عنها فأنتم على غيرها أعجز، فجربوا معها الكفاح أولا. شوف هاي الكلمة شنو فرق عن كلمة لو؟ الفرق عدة أشياء. الشيء الأول يبين التراتبية. غالبا ما الناس يبحثون عن عوامل النجاح في خارج ذاتهم، يعني يبدأ من خارج نفسه ولذلك يفشل. قد يرث عوامل النجاح من أبيه، ابن ملك لكن يفشل في إدارة الملك، ابن ثري لكن يفشل في إدارة ثروته، ابن رجل زعيم ناجح في الحياة يفشل مع أنه ورث
كل هذه الأمور. لماذا؟ لأنه في ميدانه الأول كان فاشل، كان لازم يبدأ من نفسه. في كثير من الناس يبدأون العمل من المصلحين، وأعتقد كثير من الشباب عندهم هذه الحالة، أنه في بداية شباب يريد يصلح العالم. ليش في العالم أكو فساد؟ ليش في العالم أكو ظلم؟ ليش طغيان؟ يريد يصلح العالم، لكن بعد ما يشوف ما يقدر يصلح العالم، يقول زين أريد أصلح الوطن اللي أعيش فيه، هم يفشل. أريد أصلح الأمة جماعتي، هم يفشل. عائلتي، هم يفشل. يوم اللي يموت يقول أنا بدأت غلط، أنا بدأت غلط، من العالم بدأت، أنا لازم أبدأ من نفسي، البداية كانت غلط. الإمام علي يبين تراتبية، بينما الله ما يبين هذا الشيء. سنين الإمام علي سلام الله عليه يعطي موعظة ثم يقول فجربوا معها الكفاح أولا، جرب الكفاح. يقول في كلمة أخرى من نصب نفسه للناس إماما فليبدأ بتعليم نفسه، وليكن تعليمه إلى آخر كلمته فإن معلم النفس أولى بالتقدير. رجل عظيم لأنه عظيم في داخل. الآن يمكن الناس ما يكتشفون عظمته، هو بقى عظيم، بقى عظيم، وإذا اكتشفوا عظمته هم يصبحون عظماء. إذن الأمر الأول أن الإمام علي سلام الله عليه ناجح، ومن الطبيعي أن نبحث عن الناجحين لكي نعرف سر نجاحهم فنستمع إليهم ونتعلم منهم ونتلمذ لديه. الأمر الثاني أن الإمام علي سلام الله عليه خبير، عنده خبرة. أروني كلمة واحدة مما قالها الإمام علي فيها غلط، فيها غلط ما في، في أي بعد من الأبعاد ما في غلط. في كلمتين عندنا هم نسوي مقارنة لا بأس، كلمة قالها الخليفة الثاني تنسب إليه هذه الكلمة، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. على شنو أنتم مستعبدين الناس؟ بينما يوم اللي أجل الدنيا كان حر. كلمة يفتخرون بها ويتشدقون، وهي في ظاهرها كلمة جميلة بس لا فائدة منها، ما لها قيمة هاي الكلمة. ليش؟ لأن الذين يستعبدون الناس يعرفون أن أمهاتهم أولدتهم أحرارا. يعني هاي معرفة جديدة، معلومة جديدة. زين عرف هذا الطاغوت ما يعرف ذاك مثله، يعني ما يعرف الناس من وين جايين، بس يدري هو جاي من بطن أمه، ما يعرف، يعني عنده مشكلة في معرفة، ما يدري الناس يجون للدنيا مثله، لا يدرون، ومع ذلك يستعبدون. ولا فائدة في هذه الكلمة، لأنه لا معنى لنصيحة طاغوت. يا فلان أنت بكرة أكتب رسالة، مو رسالة، مليون رسالة. لا، طاغوت صغير، كلش صغير، مليون رسالة، واكتب له شرح لهاي الكلمة، وبين له ترى الناس أحرار وإجوا للدنيا مثلك، ينفع في شيء؟ ما ينفع. الإمام علي يتوجه إلى العبيد، إلى الناس، لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا. سيد الكون، خالق الكون، جعلك حر، فحرام عليك أن تكون عبد غيرك. استعبدك ثور علي، ما تقدر تثور علي اطلع. لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، اطلع برا. هذه الكلمة تخلق شعب حر، تلك الكلمة مجرد نصيحة يضرب بها الطغاة عرض الحائط. الأمر الآخر أن الإمام علي سلام الله عليه صاحب رسالة. أنا أديب الله، يقول النبي وعلي أديب. هذه الكلمة التي نحن نذكرها كفضيلة من فضائل الإمام علي، وهي أنا مدينة العلم وعلي بابها، أنا مدينة الحكمة وعلي بابها، أنا مدينة الجنة وعلي بابها، تتبين قضية أن للوصول إلى رسول الله لابد أن تمر بالإمام علي، وللوصول إلى الله لابد أن تمر بالنبي. لكي تصل إلى الجنة في الطريق يمر
بحكم الإمام علي، بكلمات الإمام علي، بمواعظ الإمام علي، حتى توصل لهناك. وإلا ما توصل، طريق منها وأتوا البيوت من أبوابها. هذه الكلمة وأتوا البيوت من أبوابها طبعا مو معنى بيت وتعال من الباب ومن الشباك. أي قضية من القضايا ابدأها بداية صحيحة. شوف البداية مالا من وين تبني بناية. بداية بناء البناية أن تذهب إلى مهندس يضع لك خارطة. روح بداية كل شيء، كل عمل. ليش بعض الناس ما ينجحون؟ أحد أسباب عدم نجاحهم أن بدايتهم غلط. البداية غلط. وأتوا البيوت من أبوابها. الإمام علي صاحب رسالة، ولأنه صاحب رسالة حق بكل الموازين والمقاييس فلا بد من أن نستمع إليه، لأن احنا مكلفين، نحن مكلفون به، لا بد أن نطيعه. بدون إطاعته لن نصل. هذا الطريق الطبيعي. وأتوا البيوت من أبوابها، تذهب إلى الإمام لتصل إلى النبي. والإمام علي من شواهد نبوة رسول الله، وجود من شواهد نبوة رسول الله، كما أن وجود رسول الله من شواهده توحيد الله. الله موجود. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى بنموذجين، دليل على أنه رسول ونبي، وأنه مرتبط بمصدر الحكمة المطلق ومصدر القوة المطلق وهو الله. القرآن، شو القرآن يشهد على النبي؟ احنا أول لازم يثبت عندنا هذا النبي، بعدين نعتبر كتاب مقدس. أقول لك ما يحتاج تعتبر كتاب مقدس، تعال اقرأ الكتاب بدون ما تقدسه. لو أننا أن أحد المهندسين ادعى بأنه مهندس ناجح، قلت له شلون تثبت أنك ناجح؟ قال هاي البناية، شوف هاي البناية، بناية مرتبة منسقة جميلة. طبعا هذا أكبر دليل على أنه مهندس ناجح، ما يحتاج يطلع لنا شهادات من الجامعة. القرآن دليل نبوة رسول الله، ولذلك ربنا يقول بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. الله يحلف بالقرآن على نبوة النبي. هسه ممكن واحد يقول أول شيء أثبتوا لي هاي النبوة حتى نقبل بالقرآن، حتى تحلفون به. لا، يقول هذا القرآن. وأيضا شواهد نبوة النبي صالح المؤمنين وهو الإمام علي، هذا التلميذ، هذا النموذج، تلمذ عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان هذا الرجل. الإمام علي شاهد على نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكونه هذا النموذج، هذا الحكيم، هذا العظيم، هذا الذي لا شائبة في حياته ولا في ما قال وما ولا فيما نصح به أمته. نكتفي هذه الليلة بهذا المقدار، إلى الليلة القادمة إن شاء الله. وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.